أبوي حكى لي إنه في فيروس اسمه كورونا، وهذا الفيروس شرير، وهذا الفيروس بيكره النظافة، بدخل على جسمنا وبيخلينا أمراض كثير، كل موجود على الإيدين والطاولة، كل موجود على الأبواب والشبابيك، في كل الأماكن ما بتكون نظيفة. لهيك لازم نغسل إيدينا بالمي والصابون دائما، نعمل على تنظيف أي شيء بنلبسه، نشرب مي وعصير كثير. ما نطلع عالشارع وما نلعب بالحارة، ما نتجمع، الاستهتار قاتل. إذا بتحبونا احشرونا، نلعب بالدار أحسن. يا أطفال نصيحة، ما تطلعوا من البيت، كورونا بستنى بقى عشان أخليك في البيت.